السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمي عن حكومة الإمارات، وأرحب بكم في إحاطة إعلامية جديدة لحكومة الإمارات. الإخوة والأخوات، بفضل القدرات المتميزة للمنظومة الصحية في الدولة والدعم المتواصل من قيادتنا التي وفرت إمكانيات استثنائية لمختلف الجهات الصحية وفرق العمل ضمن برنامج الفحص الوطني، تستمر هذه الفرق في توسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة والوصول لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وذلك استكمالاً لجهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من انتشار الفيروس. هذه الفحوصات يتم إجراؤها بصورة يومية من خلال مراكز المسح من المركبة ومراكز الفحص الصحي المعتمدة على مستوى الدولة، والتي تم تجهيزها جميعاً وفقاً لأعلى المعايير وتزويدها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة، بالإضافة إلى إخوتنا من المتطوعين في مختلف المجالات، حيث تم من خلال هذه المراكز إجراء أكثر من 47,000 فحص جديد. كشفت الفحوصات الجديدة عن 603 حالة إصابة جديدة تم عزلها بصورة فورية، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة إلى 40,507. كما تستمر كوادرنا الطبية في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمرض كوفيد-19 والتأكد من تعافيها التام من أعراض المرض، حيث نعلن اليوم عن شفاء 1,277 حالة جديدة ومغادرتها للمستشفيات والمراكز الصحية والحمد لله، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 24,017 حالة. ويؤسفنا اليوم الإعلان عن وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19، تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 284 شخصاً. ومع مستجدات أرقامنا لليوم، يصبح عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 16,206 حالة. تمنياتنا بالشفاء العاجل لهم جميعاً بإذن الله. الإخوة والأخوات، يشهد العالم من حولنا تفاوت في عدد الإصابات وحالات الشفاء التي يتم الإعلان عنها، وهو ما يعود لعوامل مختلفة مثل كفاءة الكوادر الطبية والتزام المرضى بالحجر الطبي أو المنزلي، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات الوقائية والتباعد الجسدي وغيرها من العوامل. هذا التفاوت أيضاً نجده في الحالات اليومية التي يتم الإعلان عنها في دولة الإمارات، حيث نشهد في بعض الأيام زيادة في حالات الشفاء مقابل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة، ونشهد في أيام أخرى عكس ذلك، والأمر أيضاً ينطبق على حالات الوفاة. هذا التفاوت تزامن مع تحليل للعديد من الأفراد ووسائل الإعلام للوضع الصحي في الدولة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقعاتهم بأننا نمر بمرحلة انحسار لانتشار الفيروس في الدولة أو البدء في النزول التدريجي للحالات. وأود التأكيد هنا أن بعض المؤشرات الإيجابية التي نرصدها ضمن الإعلان عن مستجدات الحالات اليومية في الدولة لا تعني بالضرورة انتهاء الجائحة في دولة الإمارات أو البدء بمرحلة الانحسار، ولا تعني بالتأكيد العودة لممارسة حياتنا الطبيعية بشكل كامل. هذه المؤشرات قد تعكس النتائج الإيجابية لبعض الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها، وأيضاً كفاءة نظامنا الصحي، لكن من الصعب في المرحلة الحالية وضع أي توقعات أو نتائج، خاصة أننا نحتاج لفترة زمنية أطول لرصد أرقام حالات الإصابة والشفاء، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها مع التخفيف الجزئي لبعض الإجراءات.
وكما نؤكد دائماً، مسؤوليتنا كأفراد كبيرة على خلال المرحلة الحالية، فالمطلوب الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وممارسة الأعمال وتبني أسلوب حياة جديد قائم على هذه الإجراءات والعادات الصحية حفاظاً على صحتنا وصحة الآخرين. السادة المشاهدين والمستمعين، نحرص من خلال إحاطتنا الإعلامية على إطلاعكم على آخر المستجدات العلمية لمرض كوفيد-19 وأهم نتائج الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى تصحيح بعض الأخبار المغلوطة والمعلومات العلمية التي يتداولها الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نستضيف ضمن إحاطتنا اليوم دكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية وباحث رئيسي مساعد لمشروع الخلايا الجذعية، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة. السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم الأمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية وباحث رئيسي مساعد لمشروع الخلايا الجذعية. أعلنت دولة الإمارات ممثلة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية خلال الشهر الماضي عن تطوير علاج داعم ومبتكر للمصابين بمرض كوفيد-19 ومن خلال الخلايا الجذعية. واليوم يسرنا اطلاعكم على بعض من مستجدات هذا العلاج الداعم، ونبشركم ولله الحمد بحصول العلاج المطور من قبل الباحثين في دولة الإمارات على حماية الملكية الفكرية، وهم ما يمهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى. هذا العلاج والذي سبق لنا شرحه يساعد الجسم على مكافحة فيروس كورونا المستجد ويقلل من أعراض المرض من خلال استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم. النتائج الأولية للعلاج ولله الحمد واعدة، حيث تمت تجربته على 73 مصاباً بفيروس كوفيد-19 كانوا يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة. استجاب جميع المرضى بشكل جيد للعلاج لله الحمد، وما يدل على أن العلاج كان فعال، ونتائج التحاليل أظهرت أنه آمن كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها. نشير كذلك إلى أن حالة المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تحسنت أسرع من أولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي وحده. فالمرضى الذين تلقوا العلاج بواسطة الخلايا الجذعية أظهروا تحسناً سريرياً في غضون الأيام الأربعة الأولى من العلاج، فيما استغرق المرضى الذين تلقوا علاجاً تقليدياً 8 أيام لإظهار نتائج مماثلة. بالنسبة للمرضى التي كانت حالتهم خطيرة، فقد بلغت مدة علاجهم بالخلايا الجذعية وتعافيهم نحو 6 أيام، وهي مدة تقل كثيراً عن فترة تعافي المرضى الذين تلقوا العلاج التقليدي، وقضوا نحو 22 يوماً في المستشفى. كذلك نشير إلى أن التحليلات كشفت أن المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية تماثلوا جميعهم للشفاء في أقل من 7 أيام، أي بمعدل 3 مرات أسرع من معدل سرعة شفاء أولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط. الاختبارات تؤكد أن 67% من المرضى الذين تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية قد تعافوا تماماً بفضل هذا العلاج المبتكر الذي تم استخدامه مع العلاج التقليدي للمرض. الأخوة والأخوات، الدراسة التي تم عمل عليها الباحثون في الدولة حول العلاج الداعم عملت على قياس حدوث أي آثار جانبية ومراقبة معدل الوفيات في غضون 28 يوماً، والوقت الذي يمكن فيه أن يتحسن المريض ويخرج من المستشفى، إلى جانب أنه تم تقييم ملف استجابة المريض المناعية وعلامات حدة المرض واختبارات التخثر. في هذه الدراسة تم استبعاد المرضى الذين كانت مستويات الهيموغلوبين لديهم أقل من 10
أو كانوا يعانون من أي التهابات في الدم، أو أصيبوا يوما بمرض السرطان، أو تلقوا علاج آخر غير تقليدي، كما تم استبعاد المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. اليوم نقوم بمراحل مختلفة من التجارب لتحديد فعالية العلاج استعدادا للمرحلة التجريبية الثالثة والجرعة القصوى المثالية، وفعالية العلاج في أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتليف الكيسي. أخيرا نؤكد لكم أن صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات أولوية لنا، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعا، ولن ندخر جهدا في سبيل العمل لما فيه خير لبلادنا. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، وأرحب بكم من جديد في إحاطة حكومة الإمارات. الإخوة والأخوات، أود التوضيح بخصوص تداول الكثير لمحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض كوفيد-19 والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، حيث نهيب بالجميع إلى عدم التسرع في تداول المعلومات قبل التأكد من صحتها، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي قد تتضارب فيها المعلومات حول المرض، وأي أخبار مغلوطة قد تخلق نوعاً من الخوف أو القلق المبالغ فيه. ومن الأمور التي تم تداولها مؤخراً معلومات بخصوص عدم احتمالية نقل المريض بكوفيد-19 بدون وجود أعراض للعدوى للآخرين، حيث نوضح في هذا السياق أن فيروس كورونا المستجد هو فيروس حديث، والدراسات والأبحاث بخصوصه مستجدة وقد تكون قليلة في بعض المجالات، ومنها الدراسات بخصوص احتمالية نقل المريض بكوفيد-19 بدون وجود أعراض العدوى للآخرين، حيث حتى الآن إجراء الدراسات محدود في هذا المجال ولم يتم اعتمادها أو تأكيدها حتى الوقت الحالي، الذي يحتم علينا ضرورة الاعتماد على المعلومات المؤكدة عن الفيروس والاستمرار بالإجراءات الاحترازية بناء على هذه المعلومات وما نعرفه عن الفيروس، منها الاستمرار بالتباعد الجسدي، ارتداء الكمامات، وغسل اليدين بصورة دورية وتعقيمها، والأهم من ذلك كله الاستمرار بالتعامل مع الأشخاص الموجودين من حولنا كمصابين محتملين بالفيروس، ويجب اتباع الإجراءات الوقائية معهم. كما نؤكد في هذا السياق على الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 بدون وجود أعراض عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي أو العزل الصحي بناء على تعليمات الجهات الصحية، وعدم مخالطة الأشخاص الآخرين حفاظاً منهم على صحة وسلامة الآخرين. وموضوع آخر تداوله الرأي العام مؤخراً، وهو موضوع الفحص السريع لمرض كوفيد-19 من خلال الدم، حيث نؤكد أن هذا الفحص لم يتم اعتماده حتى الآن كفحص تشخيصي للمرض في الدولة والدول الأخرى في العالم، ويفتقر هذا الفحص للدقة ويخضع حالياً للاختبارات والدراسات اللازمة. الإخوة والأخوات، وصلتنا بعض التساؤلات من وسائل الإعلام بالإضافة إلى بعض الاستفسارات التي رصدناها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي نود أن نجيب عليها من خلال إحاطتنا اليوم. أول سؤال وردنا من صحيفة الاتحاد ويسأل عن مدى فعالية القفازات في الحماية من انتقال الفيروس، وخاصة أن العاملين في المحلات التجارية والسوبر ماركت والمندوبين وغيرهم لا يقومون بتغيير القفازات لفترات طويلة خلال اليوم. شكراً على هذا السؤال. من المهم
للأشخاص الذين يرتدون القفازات لفترة طويلة استبدالها بصورة دورية وبطريقة آمنة، واستخدام المعقمات بصورة دورية، وبالتأكد من التخلص منها بعد الاستخدام ورميها في الأماكن المخصصة. كما نشدد دائماً على المواظبة والاستمرار بغسل اليدين أو تعقيمها من خلال استخدام المواد المطهرة، الأمر الذي يوفر حماية أكبر من ارتداء القفازات. سؤال آخر من صحيفة The National: هل لا زال على الأفراد الذين يتجاوز أعمارهم 60 عاماً البقاء في المنزل؟ نحن نمر حالياً بمرحلة هامة من التصدي للفيروس واحتوائه، وهي مرحلة تحتم علينا الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة من قبل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وبمضاعفاته، مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، حيث يجب عليهم في الوقت الحالي وهم أكثر من غيرهم الالتزام بالتباعد الجسدي والابتعاد عن الأماكن العامة لتفادي الإصابة بالمرض. ونود التنويه هنا أن حكومة الإمارات جعلت كبار المواطنين والمقيمين أولوية لها في ظل الظروف الحالية، وقامت بالتركيز عليهم من خلال الإجراءات الاحترازية والاهتمام المضاعف بهم حرصاً عليهم وحفاظاً على صحتهم. سؤال آخر من صحيفة الاتحاد، ويتناول ما أثير في الآونة الأخيرة حول عقار هيدروكسي كلوروكوين ومدى فعاليته في علاج الحالات المصابة بمرض كوفيد 19. نؤكد هنا أن المجتمع العلمي والكوادر الطبية مستمرة في إجراء الدراسات السريرية على الأدوية الأكثر فعالية لعلاج مرض كوفيد 19، وأنه خاصة كما ذكرنا أن الفيروس جديد، والاختبارات والدراسات بخصوصه محدودة في الوقت الحالي. وبما يخص عقار هيدروكسيكلوروكوين، كان هناك تضارب في بعض الدراسات والاختبارات الخاصة به، وقد تم سحب بعض هذه الدراسات في الفترة الأخيرة لأنها تفتقر للدقة، الأمر الذي حتم علينا مراجعة البروتوكول الوطني للعلاج في الدولة واقتصار استخدامه حالياً على الحالات البسيطة والحالات المتوسطة، وعدم استخدامه لعلاج الحالات الحرجة، وبناءً على الممارسات في العديد من الدول حول العالم. ونرى أن العقار بالجرعات المستخدمة حالياً على المرضى في الدولة آمن، ولا يوجد أي أعراض جانبية تم تسجيلها، حيث نقوم بدراسة وتحليل كافة البيانات الموجودة عن استخدام عقار هيدروكسيكلوروكوين في الدولة، وسنقوم بموافاتكم بنتائج هذه الدراسات في القريب العاجل. الإخوة والأخوات، سلامتكم وصحتكم أولوية قصوى لحكومتنا وقيادتنا ووطننا، فلنحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام الدائم بالتباعد الجسدي. أدام الله عليكم جميعاً وافر الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، المواطنون والمقيمون، الالتزام بالإجراءات الوقائية هو دورنا الرئيسي في هذه المرحلة، وأقل واجب وطني يمكن أن نقدمه، وهو أيضاً رد لجميل جنودنا في خط الدفاع الأول، ودعم لجهود مختلف قطاعاتنا لمنع انتشار هذا المرض، كما أن تعزيز وعينا ووعي أبنائنا بالعادات الصحية وأهمية الالتزام بأسلوب حياة صحي هو مناعة لنا ولهم، وهو بداية العلاج والتغلب على هذا الوباء بإذن الله. دمتم بصحة وسلامة، ودام وطننا آمناً بإذن الله. دمتم آمنين.